وننهي نشرتنا من أسواق الذهب المحلية والتي شهدت انتعاشا في حركة البيع والشراء، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الذهب في الأسواق. نعم، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 18 دينارا، ما أسهم في ارتفاع حركة البيع، بالإضافة إلى توفير عروض على مصوغات الذهب ثقيلة الوزن للاستفادة من انخفاض الذهب ولجذب الزبائن في ظل المنافسة بين محلات المصوغات الذهبية. وأرجع تجار الذهب أسباب هذا التراجع في أسعار الذهب إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا نتيجة زيادة المعروض في أعقاب اتجاه المستثمرين إلى تحويل الاستثمار في البنوك عقب رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.